عسلامة عسلامة لباس الحمد لله انت لباس لباس صبا النسمة باهية صبا امريكا بردت الدنيا شوي الحمد لله يا ربي نسم علينا الهواء تخدم ولا تقرا هكا وهكا باش نعطيك حاجة يقولوا سبع سنة والبخت ضايع شنو معناه معناتها باللي تتعلم ما تنجم تطبق شيء سبع سنة والبخت ضايع خمم فيه سبع سنة والبخت ضايع معناها ما عندكش سهر اي مثلا معناها سبع سنة باش نفسر هالكلمة سبع سنة يعني عندك برشا حاجات حرف في ديك معناها متعلم برشا سنة برشا سنة واكسبيريونس وخبرة وكل شيء لكن البخت ضايع يعني الخدمة ما فماش عندكش سهر وما عندكش صحيح المثل هذا موجود اليوم ولا صحيح بالطبيعة على قداش من عبد ينطبق بليزير بيرسون ينطبق على التوانسة الكل على بون نسبة الأغلبية كيفاش اليوم كي تمشي تلوج على خدمة في تونس تلقى خدمة ولا مثلا ولد دومين صعيب برشا ولد دومين يمكن تمشي تلوج خاطر عندك حلمة عندك حاجة من داخل تلوج بها أما بارسا ما تنجمش ديما تقرا اللي ثم حاجة ناقصة واللي باش تصير حاجة ماهيش في بلاصتها باش تلقى شكون يقول لك ليه وسي بون راه دبرنا شكون وعدنا شكون وما ثم حد شيء جيس انه ريسيرش على حاجة أخرى ولا عبد بلاصة بتاع معرفة نبلي نموا اليوم تنجم تقرا حاجة اختصاص لكن القدر ما يخليكش تخدم في بلاصة أخرى واللي هي نتصور الأكثرية العبيد الكل عايشين نفس الشيء هذايا. هي مشكلة كبيرة هذيا اليوم في بلادنا نعانوا منها أنك ما تنجمش حتى كي تحلم ما تنجمش تكمل حلمتك. ساعات الظروف تلزك أنك باش تخرج على حلمتك شوي وتعيش الواقع. الواقع اللي نحن ما نحبوش نعيشوه بالطبيعة واللي هو صعيب برشا. أنت كان نسألك ونقول لك شنو كانت حلمتك؟ والله أنا كنت عامل كان هيك عندي ميكانيكا فيون حاجة هكا في الافياسيون مي ما الظروف ما واتتش صعبة الحكاية شوية على خروج برا على حاجة سي بون شنو عملت اليوم؟ اليوم كي معظم الشباب خرجت نخدم في الزون بيرسونيل وكا باش نجم واحد يتعايش نجم واحد يصرف أكثر لا أقل سي بون لكن حلمتك مازالت موجودة ولا؟ لا بالوقت الحلمة تموت كونش تحيا وقت اللي تعرف عبد يخليك تحب الحلمة هذه من أول جديد شنو اللي يخليك تنجم تحبها أنت الحلمة هذه من أول جديد؟ خاطر باش توصل الوقت وأنت صغير تأيس من كل شيء برمي اللي زونتوراج اللي تمشي لهم وتعيش فيهم برمي الظروف اللي مشي ويتوب برمي العباد اللي مش تقابلهم مش يأثروا عليك كسو صواب البيك كسو صواب الخايف بالنسبة لك أنت لو كان يرجع بك الوقت تكمل تواصل في الحلمة هذيك ولا تبدأ؟ كان يرجع بي الوقت نمشي نعمل حاجة براتيك كيما شنو؟ نعمل حجامة نعمل أي حاجة خليش روحي هيك علاش احكي لي؟ إيه خاطر اللي أنك مش إيماجيني أنك أنت تقرأ وتوصل في حياتك وتعمل هكا زون بريفي لمخك أما ماكش تحقق حد شيء راه ماكش تحقق حد شيء الا في يبدا عندك حل واحد ان يكون عندك شكون ولا تكون امورك طيبه على الاخر باش تنجم تتحرك في البلاد هذه فكرت ما عندك حد شيء سوى انك تقدم في الجيش ولا الميليتير ولا الشرطه ولا الحرس هكا يعني اليوم في تونس ما تنجمش تعيش الحلمه اللي حلمت بها انا قلت لك صعيب ولا صعيبه ومشي وتصعب اكثر وقت ما تصورش اللي هي مشي وتسير تصور هذه مربوطة بالجنراسيون الجديدة اللي طالعة خاطر نحن كي تقول نحن جنراسيون الشباب تو سي بون معناها 25 سنة واحد مش عامل حتى شيء في حياته كيف فارغ انت حبيت تعمل 25 سنة قبل هكا وانت ممكن مازلت تقرا ولا مازلت تخمم هكا باش انا حبيت 22 سنة نعمل الشيء هذاك اني كنت كملت قرايتي اني كنا ما عرفتش عامل بروجي بريفي عامل حاجة اما لا غالبا ما صارتش واحد لازم يرضى شوية بالقدر نتاعه ولا أكثر ولا أقل ديما يقول الحمد لله بيان سور كاو فما برشا شباب طالع جينيراسيون جديدة طالعة
تخمم باش تحلم، تخمم باش تعيش، تخمم باش تبني حلمتها وتوصلها، حتى لو كانت الظروف صعيبة يمكن ولا قاسية عليها، ولا حتى لو كان الوقت ماهوش مساعدها. كيفاش نجموا نعاونوهم حتى بكلمة البي؟ باش نقول لك حاجة برك، ديجا ما عادش عليا وقت. في حقك في تونس عندك الحق تحلم، أما ما عندكش حق تحقق الحلم نتاعك.